منتخب كرة السلة نروح له اللي بيستعد دلوقتي للويندو القادمة الأخيرة لتصفيات كأس العالم واللي هتتلعب في صالة الشاطبي، صالة الاتحاد الاسكندري بيستضيفها في الفترة من 24 لحتى 27 نوفمبر القادم. مهمة جدا هذه الويندو، مهمة جدا الماتشات دي. طب وضع منتخب مصر ايه؟ وضعه جيد وهشرحه لكم، ولكن السداسي اللي تم استدعائه من النادي الاهلي بيتمرن بشكل جيد مع المنتخب وبانتظام وحياتهم كويسة، سيف سمير، ايهاب امين، عمرو الجندي، عمر طارق، احمد اسماعيل، كريم حاتم. الستة بيتمرنوا في الاول شويه بدني، ولكن هم جايين من وسط الدوري ما عندهمش مشكله، هم جاهزين. ولكن طبعا اكيد الجهاز الفني هناك روي رانا، طبعا الكوتش روي رانا دي صورته اكيد طبعا بيحط التاتش بتاعه. كابتن الدكتور محمد جمال المسؤول اهو لسه بجيب سيرته، كابتن محمد جمال او دكتور محمد جمال مسؤول الاعداد البدني اكيد هو يعني برضو ليه رؤيه بدنيه جاهز بيها الفرقه. في يعني الدنيا ماشيه كويس. طيب المنتخب وضعه ايه؟ المنتخب داخل وضعه كويس جدا الحمد لله. اللي ما تابعش المنتخب في الويندوهات اللي قبل كده او الويندوز اللي قبل كده، المنتخب جاي في المركز الثاني بعد جنوب السودان، الحصان الاسود. قول بقى الحصان الاسود بيت مره، جنوب السودان فاجئ كل القاره، بالعكس فاجئ كل العالم. جنوب السودان النهارده تاهل بدون بصرف النظر عن الويندو اللي موجوده اللي بتتلعب دلوقتي. على فكره جنوب السودان عنده لعيبه في الام بي اي، رئيس الاتحاد كان اكس ام بي اي بلاير، رئيس الاتحاد جنوب السودان. طبعا دي القائمه المبدئيه لمنتخب مصر مش النهائيه. طيب احنا داخلين في المركز الثاني بعد جنوب السودان، الثالث السنغال. طب ماتشاتنا ايه؟ كاميرون، تونس، جنوب السودان، بالترتيب كده. كاميرون، تونس، جنوب السودان. انت يكفيك مباريتين تتأهل 100%. طيب فزت بمباراة واحدة والسنغال فازت في الثلاث مباريات، السنغال هتبقى هي الثاني. طيب ايه موقف الفرق الثانية عشان تبقى انت عارف؟ كاميرون ليس لها أمل في التأهل، خلاص جاية بس تشارك. تونس ليس لها أمل في التأهل، جاية تشارك. السنغال ومصر هم اللي بيتنافسوا على المقعد. طب مصر سابقة السنغال بنقطة، جنوب السودان محلق منفردا، مصر فرق بينها وبين السنغال. طب لو تعادلنا احنا والسنغال، لو احنا كسبنا ماتشين والسنغال كسب التلاتة، وده وارد هنتعادل معاهم، بس مصر كسبت السنغال هنا فرق حاجة وعشرين نقطة، لما رحنا السنغال خسرنا باسكت، ففرق السكور لصالح مين؟ لصالح منتخب مصر. فمنتخب مصر خش تاني، أول وتاني هيتأهل مباشرة لكأس العالم وهياخدوا من المجموعة دي والمجموعة التانية اللي بتتلعب، لأن هما مجموعتين دلوقتي، ست فرق هنا وست فرق هنا، من 12 فرقه هياخدوا الاول وثاني هنا واول وثاني هنا، الخامس هياخدوا احسن ثالث. احسن ثالث. وطبعا لسه بقى في مقعد كده بيتنافس عليه كل القارات، يعني غالبا افريقيا ما بتطلعش منه، ده بيبقى فرصه ثانيه لفرق اوروبا مش لينا، لان انت بتخش مع اوروبا بقى وامريكا اللاتينيه، بتخش مع فرق منتخبات كتيره عايز بيتنافسوا كلهم على بطاقه واحده، فغالبا بتاخدها بتبقى اوروبا. فالثالث احسن ثالثين هو، لان هو بياخدوا خمس فرق من افريقيا. فمنتخب مصر فرصته كويسه جدا ان شاء الله انه يتاهل، نكسب مباراه. طب افرض السنغال، احنا كسبنا مباراه واحده والسنغال وخسرنا مباراتين لا قدر الله، هتبقى تالت، انت هتبقى برضو احسن توالد، فانت ممكن جدا تخش تاني وممكن جدا تخش تالت، فموقفك كويس جدا. ولكن ما ندخلش نفسنا في حسابات ناخد الثلاث ماتشات ورا بعض، خاصه انت بتتلعب فين؟ بتتلعب في عاصمه كره السله، اسكندريه معشوقتها الاولى كره السله. والحقيقه انا وانا بلعب زمان ما كنتش عارف ايه تفسير ده، بس انا كان ليا تفسير واحد الحقيقه، يعني ليه كره السله في اسكندريه هي اللعبه الشعبيه جارفه، او ليها شعبيه جارفه كده. يعني انا قعدت افكر لما كنت بلعب، كان ماتشاتنا في اسكندريه بتبقى ماتشات كلها يعني حماس، ولما كان بقى بالجماهير كلها بتحضر في صاله استاد اسكندريه لو الناس تفتكرها، هي دلوقتي طبعا للاسف يعني عندها مشاكل في المعمار وبيطوروها، واكيد هتبقى في صاله استاد اسكندريه قبل ما تتبني صاله الشاطبي. كان تفسير الوحيد ان اليونانيين كانوا عايشين في اسكندريه في الحقبه اللي هي ايه، اول ما كره السله طلعت في الثلاثينات الاربعينات، كان في يونانيين كتير جدا في اسكندريه، ويونان هي اللعبه الشعبيه الاولى هناك الباسكت، ده من وجهه نظري تفسير يعني، وهم يعني اللي كان ليهم دور ان الباسكت يخش في اسكندريه، ومن هنا اتولدت شعبيه كره السله في اسكندريه، لان اليونان نفس الكلام شرحه. واحنا عندنا لعيب طبعا كبير جدا منتخب مصر سمير جوده، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، وبالمناسبه سمير جوده لعب في الاهلي. سمير جوده لعب في الاهلي. ده اول لعيب مصري لعب في اولمبياكوس في اليونان، ولعب قعد له 3 4 سنين لعب في اليونان، فاليونان هناك اللعبه الشعبيه الاولى بدون منافس كره السله، فده كان تفسيري. وخلي بالكم من اسكندريه اليونان انت تعدي البحر بس، مركب تبقى في اليونان. فده كان تفسيري وده اقرب ما يكون للواقع. والحقيقه كنت اتكلمت مع الكلام ده مع
كابتن يشري حمدي لو تفتكروه، المعلق الكبير اللي كان بيعلق زمان، ده انا في رايي ده يعني اسطوره كبيره جدا. كابتن يشري حمدي يعني كان اسطوره من اساطير التعليق، وكنت اتكلمت معاه الحقيقه في الموضوع ده، وده كان برضو تفسيره الله يرحمه ويحسن اليه، كان حاجه كبيره جدا في التعليق، وكان بيعلق للالعاب القوه، وكان هو كمان صحفي كبير في الاخبار، وكان بيعلق للباسكت، وكان حاجه موسوعه، وكان تنس، كان كل حاجه بصراحه.